احمد الروينه والسلعه زوينه احمد اليوم السبت غدا الحد سبرديله ديال الايزي من 39 حتى 44 ديال الرجال اللي بغاها يجي لها غدا مع 11 شونس زوميلو محمد على الرجيلات كيديري الله 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 ها حلوه ولا ماشي حلوه احمد ها انت احمد ها انت 1000 ريال ماشي 120 ماشي 180 من 39 حتى 44 الثمن ديالها 1000 ريال السلعه هذه ان شاء الله ديال غدا الحد ان شاء الله وفيها خمسه الوان احمد خمسه الموديلات في هذه اللي لابس انا دابا ها هي زومي لهم الحاج شوف السلعه كيدير السلعه داويه على راسها 1000 ريال ثمن فابو تلقاوها ب 1000 ريال هذه برصيني على جي هاني جبتها لك سولوا عليها هاني جبتها لك خمسه الكراط ديالها شحال من واحد هادي السلعة ان شاء الله غدا ديال الحد شو كيدير ليلى برصيني على تنجي ها جبتها ولا ما جبتهاش الشريف جابها ولا لا شغلكم هذاك ها انت ودي الحاجة ايه هذا البونج والله والميديكال ندير لها 120 100 درهم والله تنبيعها عطيتها لكم كادو انا يبغي يربح العام طويل ها انت شوات شوات الحليب هذه سامبل تاعي بايد هاي ايه ان شاء الله غدا ديال الحد هاي وغنعاود ان شاء الله نهار الاثنين ان شاء الله ان شاء الله شو كيدير حنينه ولا ماشي حنينه حنينه حبيتي يا احمد السلعه راه بداوي واش حبيتي حبيت اه يا سلام هاي آه. عرفوا انت ها السلعة الشيخ غنبقاو تنوريكم جوج بياسات دابا كاع ما كيخدمش ها السلعة هاي ها جيب لها بلا ما تحصل زين جيو ها غدا بغيتي السلعة جي غدا الحد وريهم الكارطون الاخر ها هي السلعة الشيخ ها وريهم الليلة ها السلعة وفين كاع عروب جي خذ السلعة خذها مع ديما الفريبي عندي 100 درهم صافي الحاج مربوح مربوح ها